الاقتصادي يعني مش وزير بعد عام. وعايز اتكلم في حدود ادبيات الاقتصاد اللي حدثتنا لعقود طويله عن عوامل الانتاج وحددتها بالضرب الضرب مش معناها الضرب وانما المواد الماليه يعني ثم العماله. وفي العشرين سنه اللي فاتت اضيفت للعنصرين دول العنصر للاسف لا يترجم بالعربيه يعني ولكن انتربرينورشيب يعني دور رجال الاعمال في يشوف الفرصه ويقتنصها ويحول الفوارق قليله بكثير من الفتره يحولها الى انتاج طبعا بغرض ربحي. طيب في الاطار ده انا عايز اتكلم على حاجه مهمه الحوار المجتمعي يعني والحكومه في من حوالي شهر ونص قررت ان يبقى في لجنه لمواجهه القصه دي ومناقشتها وهي تسعير الطاقه. الطاقه هي احد الموارد الرئيسيه في الانتاج وبالذات في النشاط الصناعي وبالنسبه للدول سواء النامية أو الصناعية المتقدمة احنا بنلاقي انه الطاقة دي لابد ان يروح اغلبها واغلبها بكتير يعني للنشاط الصناعي مش للاستهلاك. احنا ما عندناش ما عندنا الوضع المفروض لانه سواء كهرباء او غاز بيروح لفين؟ للكهرباء. محطات قدام الكهرباء والكهرباء تلتها بيروح للاستهلاك. يعني الكهرباء موجهه للقطاع الصناعي حوالي 28% من استهلاك الغاز. انا مش هروح لقصه اقل شيء ليه؟ انه الغاز نفسه القطاع الصناعي اللي رايح هل هو بيروح كفيد ستوك هل ده رقيق ام تاني للحرق؟ وطبعا القيمه المضافه هي نستخدم الغاز في صناعة الكيميكالز علشان نضيف قيمة مضافة على جزء كبير من السبب اللي احنا فيه هو التسعير ولا بد من الموضوع. طول ما انا بتيح الطاقة بتاعتي بسعر لا يعكس التكلفة وطول ما انا بفضل او بدعم الاستهلاك هو كتير في الهواء عن الانتاج يبقى كلامنا عن الصناعه الحقيقه كلام يعني يمكن وصفه بالتفاؤل الشديد الغير مبرر. في دول العالم كلها سواء هي دول مصدره للطاقه او مستورده للطاقه بيتم تمييز القطاع الصناعي عن القطاع الاستهلاك بنسبه بين اي حاجه من 25 الى 45%. زي ما بقول لحضراتكم امريكا بتصدر الغاز، اوروبا بتستورد الغاز، الصين بتستورد الغاز، في النهايه القطاع الصناعي يدفع لو قطاع الاستهلاك المنزلي وغيره يدفع 100 سنت في الوحده، القطاع الصناعي يدفع اي حاجه من 55 الى 70 سنت. عندنا قصه لأنه ثاني فلابد اطرح الكلام ده للحوار المجتمعي في لجنه اتكونت باذن الله يعني اولى في المعرفه لجنه وزاريه علشان تناقش قصه تسعير الطاقه. انما انا بطرح الكلام ده للحوار المجتمعي لانه لابد من النظر في الامكانيات المحدوده. انا لو عندي موارد اقتصاديه لا نهائيه انا املك الطرف ان انا بناقش الموضوع ده، المهم عندي امكانيات محدوده ومحدوده للغايه لابد من فتح الموضوع ده دي نقطه مهمه. الاراضي واضح ان في يعني همه حكوميه خلال الست اشهر اللي فاتت لاتاحه الاراضي على مستوى كبير وده شيء محدود. الفلوس وتكلفه الاموال حضراتكم عارفين ان الودائع في البنوك
ودايع قروض. فاحنا مركزين اول ما يحصل طلوع في سعر الفائده جماعه رجال الاعمال بيشتكوا وبيقولوا لهم خلاص انفليشن وتضخم ولا تملكوا الا انكم تتصرفوا. اما في النزول بنزول اسعار الفائده اللي بستعجبه الحقيقه هو الهجوم الشرس من مودعي الاموال اللي حاطينها في البنوك ان احنا داخلنا لايه؟ ما في حاجه من الاثنين، يا هدع برضه المودعين يا اما همشي مع النور الطبيعي اللي هو لما اسعار الفائده تنزل ضروري ان هو ينزل على فوق، لانه الصناعه والزراعه والتجاره مش هتنمو في ظل وجود معدلات فائده عاليه. معدلات الفائده حضراتكم عارفين هي ادبيا يعني وعلميا بتنقسم او نوعين، نوع اللي هو الضمن انترست ريتس الاسعار اللي هي معلنه في السوق 12 13 15% ثم سعر الفائده الحقيقي بعد لما نزل معدلات التضخم المتوقعه. الحمد لله التضخم بتاعنا نزل ارقام كبيره يعني. فبقيت بتكلم النهارده عن سعر الفائده الحقيقي بياخده المودع بنتكلم على 6%. 6% ده رقم عشان احنا عندنا حاجه مش عايز اتكلم على سعر الفائده لان فيه غلط ان انا اتكلم على الحزب لكن اقول صناعه واقتصاد. سعر الفائده الحقيقي 6% لا في مجال كبير ان احنا ننزل الى الطبيعي بتاعه.